كتجي هاد الوقفه هذه في اطار عده وقفات سطرتها في درايه محامون الشباب بالمغرب بالتنسيق مع جمعيه محامون الشباب بكل مدينه او بالمنطقه. وكانت هي عباره عن ثلاث وقفات، كانت الاولى وهي ازاله اللياقه، ثم ثالثها الكمامه فيها ميزان مختل، ثم جاءت اليوم هذه الوقفه هذه لتنبيه المسؤولين القضائيين المسؤولين في وزاره العدل والمسؤول القضائي لبعض القضايا التي تمس حقوق المحامي بالدرجه الاولى وحقوق المواطن كذلك، وكذلك ومنها بيد الحقوق التي تمس حقوق المواطن وهي حكومه هي المحاكمه عن بعد، لان لاحظنا في ان مع هذه الجائحه اصبحت المحاكمه عن بعد هي الاصل، في حين انها كانت استثناء واصبحنا بهذه الطريقه نمس بحقوق المتهم، لان كتكون هناك اسباب تقنيه وكذا تحول دون استماع والى استماع الى المتهم وكذلك الى عدم استماع المتهم لمحامي او العكس. تاتي هذه الوقفه الاحتجاجيه التي نظمتها فيدراليه جمعيات المحامين الشباب بالمغرب بندائها الذي استجابت له جميع الجمعيات ومنها جمعيه المحامين الشباب بالدار البيضاء، بعد رصد متواصل لمكتب الفيدراليه لمجموعه من الامور التي تشكل بالنسبه لنا ومن وجهه نظرنا امورا يجب التدخل بشانها لتغييرها ولتغيير واقع الممارسه المهنيه، خصوصا فيما يتعلق بالممارسه المهنيه للساده المحامون داخل منظومه العداله. مجموعه من الامور تم رصدها، تم توجيه رسائل بشانها لمن يهمه الامر الى المسؤولين المهنيين الى المسؤولين عن قطاع العداله في شخص وزير العدل. اليوم تاتي هذه الوقفه الاحتجاجيه كما قلت تكريسا وتنزيلا لمجموعه من الخطوات النضاليه التصاعديه التي تمت برمجتها حتى يتم ايصال الرساله الى من يهمه الامر بشكل اوضح، وحتى يتم الاستجابه لمطالب المحاميات والمحامين، هي مطالب عادله تستقيم توصياتهم المنبثقه من جمعياتهم من مؤتمراتهم الوطنيه من الورقات التي انجزتها مختلف الاطارات المهنيه سواء الشبابيه او غيرها بالمغرب. كما يعلم الجميع مهنة المحاماة هي مهنة ورسالة قبل أن تكون مهنة، يجب أن توفر لها مجموعة من الظروف لكي تطلع بدورها الريادي وبدورها الأساسي والمحوري في تثبيت أسس دولة الحق والقانون. لذلك وكما قلت جاءت هذه الوقفة هي وقفة عبارة عن وقفة رمزية كانت هنا في الدار البيضاء بقرار من مكتب الفيدرالية وتنزيلا من طرف جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء. ما نعلمه هو أن جميع الجمعيات الشبابية بالمغرب والمنضوية تحت لواء الفيدرالية أيضا قامت بنفس الوقفة تنفيذا لقرار الفيدرالية. بعد هذا سوف يتم الركون لتتمين ما وقع للاستماع إلى ردود الأفعال ممن يهمهم الأمر تجاه ما نحن مقدمون عليه، حتى يتم التقرير فيما بعد بالنسبة للأشكال النضالية التي سوف تلي. إذن تأتي هذه الوقفة تلبية لنداء فيدرالية المحامون الشباب بالمغرب الذي استجابت له بحماس جمعية المحامون بالدار البيضاء، واللي هو يعتبر الشكل الثالث من بين ثلاث أشكال نضالية سبق للجمعية أن خاضتها. الأول كان بنزع اللياقة لمدة يوم كامل، اللياقة التي تعتبر يعني رمز ديال حرية التعبير بالنسبة للمحامي، ثم الكمامة التي تعبر عن السخط على الأوضاع القائمة والتراجعات، ثم هذا الشكل الاحتجاجي الذي اتخذ شكل وقفة احتجاجية والتي تنظم بالموازاة معها وقفات بجميع أنحاء المغرب. بطبيعة الحال هذه الوقفة هي احتجاج على الاختلالات التي طالت منظومة العدالة وعلى الإقصاء الذي تم الممنهج ضد مشاركة يعني ضد المحامون في بلورة القوانين ومشاريع القوانين والاستماع لرأيهم بخصوص يعني كل ما يخص منظومة العدالة، بالرغم من كون الدفاع هو صرح منيع بدونه لا يمكن أن تقوم يعني منظومة العدالة يعني أن تكون في مقامها الصحيح.